خلاص صار هي تقريبا صار سنة ونص. سنة ونص يعني خافت المغرب ورا الخوفة قالت رجلي خدرانة. يعني يقولوا لي عندها ورمة بالجوا حبل الشوكي. رحت على الدكتور لما شافه قال لي يابا احنا ما مشتغلين هاي عملية، عملية حيل خطرة. لا عنده إمكانية لا طيبها. ولا عنده إمكانية يعني هسه أريد أسوي لها رنين، والله العظيم ما عنده إمكانية لها. زين أريد أعيد الرنين، أريد أشوفها أقول زايد ناقص. بالله الكريم ما عندي أوديها، ما عندي أعالجها بالكويت، ما أقرر أوديها لخارج الدول. والله العظيم هسه عندها هذا المجتمع قاعد بيه، عرضته للبيع. حتى لو أقعد بالتجاوز أقعد لي بخيمة في سبيل أطيبها. عمرها 23 سنة كان تجارة تدرس. ساعة ساعة جتنا هو هدفنا أكون أطيب رجال دراستي.